صباح الفل، انا دلوقتي في الطريق لمنطقه رائعه جدا في اسطنبول اسمها اسكودار. اسكودار منطقه سياحيه من اجمل المناطق، زرتها قبل كده كتير، ولكن النهارده قررت ان انا اعمل تور بحيث اصور المنطقه واصور احلى الاماكن اللي فيها. هروح بالمركب، بتاخد ساعه من منطقه اسمها ايوب سلطان لحد اسكودار دايركت. الطريق لإسكودار قابلت كافيه لطيف علي العلم التركي، رحت مديله صورة. هنا الشارع وأنا لسه رايح لحد إسكودار. الساحل الناس بتقعد عليه في الشمس تتبسط، وهنا مدخل أحلى شارع سياحي في المنطقة كلها، مليان أجانب طبعا من كل مكان. أحلى فرن حلويات في اسطنبول كلها بيعمل حلويات فعلا تاخد العقل من الجمال، واسعارها بالنسبه لجودتها كويسه جدا. شارع البيوت الملونه من الشوارع المميزه جدا، الناس بتيجي تتصور هنا من كل مكان. بيت الكتب القديمة من الأماكن اللي هي تصميم معماري فعلا مميز. محل خضار وفاكهة بيبيع إنتاج تركي محلي من القرى التركية، المزارعين الأتراك هم اللي بينتجوا الحاجات دي. محل ايس كريم رائع جدا في المنطقة هنا، الغريب ان النهاردة ما كانش عنده اي حد خالص على غير العادة طبعا. المطعم الايطالي بيقدم بيتزات ومكرونات رائعة. الجنينة دي ما كانتش لسه مفتوحة لكن النهاردة فتحوها، قلت ادخل كده ابص عليها. الكلاب هنا بتعيش في سلام، محدش بيأذيها ولا بتأذي حد خالص. الأتراك شعب محب بشكل غير عادي للحيوانات الأليفة. الكنيسة اليونانية هنا في اسكودار رائعة الجمال، التصميم المعماري بتاعها ممتاز جدا، رائع جدا، الناس كلها كانت بتصورها. ده استكمال للبيوت الملونة، من أحلى الأماكن في المنطقة اللي الناس كلها تحديدا البنات بيحبوا إنهم يتصوروا عندها جدا. كل الناس كانوا بيتصوروا مع العريس والعروسة دول، ورحت واخد لهم شوت كده سريع أنا كمان. الحمام هنا في كل مكان فعلا، والناس بتأكلهم وبتهتم بيهم ومحدش بيأذيهم نهائي، سواء كبار أو أطفال. وفي النهاية قررت إن أنا أشتري كوباية شاي وقعدت على الساحل وروحت.